الغدد هي عبارة عن تجمع للخلايا على شكل كتلة. تقوم هذه الكتلة بإفراز مواد معينة لها وظائف معينة في الجسم، مثل الغدة العرقية التي تفرز العرق للتخلص من الماء الزائد في الجسم والأملاح وتنظيم درجة حرارة الجسم. كما أن هناك الغدة النخامية التي تفرز هرمونات متعددة، مثل الهرمون المسؤول عن عملية النمو. تم تقسيم الغدد إلى نوعين بناء على موضع صب الهرمونات الخاصة بها، إلى الغدد الصماء اللا قنوية والغدد اللا صماء القنوية. فالغدد اللا صماء هي التي تمتلك قنوات خاصة بها تصب فيها إفرازاتها، ومن ثم تقوم هذه القنوات بنقل الإفرازات إلى المواقع المطلوبة في الجسم. ومن الأمثلة عليها الكبد التي تفرز العصارة الصفراء من خلال القنوات الصفراوية ليتم تخزينها في المرارة. كما أن هناك الغدد اللعابية التي تفرز إنزيماتها في قنوات توصلها إلى الفم.